السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل الـ Project Cost Management أو هنكمل الـ PMP عامة، وهنبدأ بالـ Project Cost Management. أهم الـ Points اللي هنعدي عليها في الـ Project Cost Management: الـ Cost Management Definition، الـ Cost Management Plan، Type of Cost والـ General Concept، والـ Cost Management Processes اللي هي الـ Estimated Cost و Determine الـ Budget و Control الـ Cost. أنا دلوقتي هحسب تكليف المشروع وهشوف ازاي ان انا هقدر أكنترول الـ Cost بتاعت الـ Project ده. الـ Project Cost Management الـ Processes involving in Estimating, Budgeting and Control Cost within Approved Budget. ان انا ببني اعمل Estimation وبعد كده بعمل budging، يعني انا بجمع كل الاستيميشنز اللي انا حطيتها لكل اكتيفيتي، وببدا اكونترول الكوست ده بحيث ان انا ما زدتش عن البادجت اللي انا اوريدي عامله عليها ابروفل. في تو بروسيسز بيتموا في البلاننج، اللي هي الاستيميتد الكوست بيتم على مستوى الاكتيفيتيز، وبعد كده بيتم الاجريجيشنز بتاعه الاكتيفيتيز دي عشان احدد البادجت او الميزانيه بتاعه المشروع. وطول ما انا قاعده في الماركتنج والكنترولينج بروسيس بعمل كنترولينج للكوست عشان ما يعملش، احاول على قد ما اقدر ما يعملش اكسيدنج للبادجت اللي انا حطيتها. يعني ايه كوست مانجمنت بلان؟ باخد بالي وانا بعمل المانجمنت بلان اعمل ليفل اوف اكريسي. ليفل اوف اكريسي الراوندنج اوف داتا، يعني ايه؟ اشوف انا قد ايه هكون دقيقه وانا بديترماين البادجت او الكوست بتاع كل اكتيفيتي. unit of measure، هقيس ازاي الكوست for resources مثلا per hours per day lump sum، يعني كتوتال كده كله على بعضه. القصة دي هتكلفني مثلا $200، مش هحملها in details. organizational procedures links، control account component of WBS are assigned a unique code that link directly to perform organization's accounting system. هنشوف ازاي احنا نربط ال WBS بعضها وازاي ان احنا هنعمل لينكس ما بينها، وده احنا اتفقنا لما احنا بنعمل work breakdown structure اتفقنا ان كل WBS بيبقى ليها identity وبتبقى unique. control three hots agree upon amount of variation to be allowed before some action needed to be taken. يعني مثلا سين انا هقول البادجت ايه، $1000 plus or minus $50، فايتس اوكي بالنسبة لك ان انت ممكن الاكتيفيتي دي توصل $1050. بعد كده لازم تاخد approval معين. rules of performance measurement earned value management. rules of performance measurement are set، يعني ايه؟ دايما هقيس انا المفروض كبلان واصلة لايه والاكتوال انا عملت ايه عشان افضل اكمبير اللي انا صرفته للبلاند قد ايه. WBS points techniques fixed formula percentage completed equations، كل شوية انا عمال اشوف انا according للبلان انا ماشية ازاي واكتوالي انا صرفت قد ايه. reporting formats format and frequency of cost reports، الريبورتات عايزينها شكلها ازاي وكل قد ايه بعمل reporting للكوست. a process description for each of the three cost management procedures، انا لازم اعمل definitions لكل procedures بتاعتي والprocess. cost management plan is a part of project management plan، طول ما انا عمالة controlling ومانج الكوست بتاعي ده اكني بكنترول وده جزء فعلا من managing الproject as a whole. عندي برضو حاجات يعني general concepts لازم ابقى عارفاها، ايه انواع type of cost: fixed cost, variable, direct, indirect, cost reserve. Fixed cost the project cost that remain constant regardless the phases or output. حاجات ثابته، كوست ثابت بغض النظر عن انا في انهي فيس وبغض النظر عن الاوتبوت بتاعها، زي مثلا السيت اب، زي السيت اب بتاع البروجكت، يعني البدايات بتاعه البروجكت. variable cost project cost that vary in relation to the output. variable cost حاجه متغيره حسب الاوتبوت بتاعي، يعني مثلا مثال انا دلوقتي لو انا هعمل شقه مساحتها 100 متر، الشقه المتر هيكلف $50. طب لو المتر هيبقى 50، لو الشقه هتبقى 50 متر، يبقى الكوست ده هيبقى variable according للاريا.
المهم ال variable cost ده cost بيتغير على حسب ال output بتاعه. direct cost cost that are directly attributable to the work of the project زي training زي travel زي wages المرتبات كل الكلام دوت بتأثر directly على ال project. لكن indirect حاجة مش related ومش بتتصرف directly لل project زي ايه the cost that are directly attributable to more than one project overhead يعني حاجة cost شامل كذا project زي ال taxes زي الضرائب ده indirect cost. cost reserve amount of money needed above the estimated to reduce risk of overrun of the project objective to a level acceptable to organization يعني ايه انا بحط ريزيرف. ريزيرف يعني ايه كوست احتياطي لو في اي ريسك ببدا اصرف منه مش محتاج بري ابروفد ان هي اوريدي ابروفد يعني مثلا سي البادجت بتاعي المشروع بتاعي مليون حاطه ريزيرف 200,000 يبقى انا ممكن اصرف من 200,000 دولار من غير ما ارجع تاني لاي ابروفل دول ريزيرف زي فلوس احتياطي عشان لو انا احتجت افويد ريسك او احل ريسك معين. General concepts لازم نفهمها قبل ما نبدأ نشتغل على project cost management is primarily concerned with the cost of the resources needed to complete schedule activity. أهم حاجة وأنا بعمل cost management إن أنا أهتم بالresources. الresources دي معناها equipment معناها ناس عشان أحقق الactivities بتاعة البروجكت. Project cost management should also consider the effect of a project decision on the cost of maintenance and supporting the product service or results of the project. وانا باخد decision regarding the cost اخلي بالي برضو مش انا بس مهم عندي ان انا deliver project بس دايما احط في بالي السبورت واحط في بالي المينتننس بعد كده يعني ما ينفعش ان انا ساي ان انا حصرف حاجة قليلة حصرف 2000 دولار دلوقتي على equipment بس المينتننس بتاعت equipment دي هتكلفني بعد كده 100,000 دولار ممكن اختار alternative تاني تكلفني 50,000 دولار دلوقتي بس المينتننس هتبقى حاجة بسيطة 1000 دولار في annual فالكلام دوت هيأفكت عندي وانا باخد الديسيشنز عشان اخد الريسورسز او اخد اكويبمنت معينة. cost management concept life cycle costing look at manage life cycle cost instead of just project cost زي ما احنا قلنا احنا بنشوف الكوست as a overall في life cycle بتاع البرودك او الديليفربلز بتاعة البروجك مش بس اشوف المشروع هيكلفني قد ايه زي ما احنا اتفقنا ان انا ممكن اشتري حاجة تكلفني بعد كده قدام المينتنس بتاعها فلوس كتير. Value analysis, finding a less costly way to do the same scope of work. Value analysis دي ودي من الحاجات المهمة المفروض ان انا اخليها في دماغي وخليها concept مهمة بالنسبة لي ان انا ممكن اشتغل نفس الشغلانة بس بكوست اقل فدايما اشوف value analysis ان انا لازم ادو the same scope بس بكوست اقل. احنا كده خدنا general concept regarding ال project management مفروض المرة الجاية ان شاء الله هنبدأ نشتغل على البروسيسيز بتاعتي اللي هي estimated cost, determine the budget و control the cost.